عالم الإعلانات تغير كثيرا في العقد الأخير، فبعد أن كانت تصلنا الإعلانات عبر وسائل الإعلام التقليدية زي التلفزيون والراديو والصحف، شهد هذا المجال تغيرا كثيرا. أكيد أصبحت الإعلانات أكثر خصوصية وبتجتاح جميع منافذ الإعلام والتواصل الاجتماعي أيضا. كيف؟ نتابع في هذا التقرير. الإنفاق على الإعلانات الإلكترونية عبر الإنترنت ينمو بشكل متسارع. في عام 2010 شكل الإنفاق على الإعلانات الإلكترونية 15% من إجمالي الإنفاق العالمي على الإعلانات، لترتفع هذه النسبة إلى 42% في عام 2018. ومن المتوقع أن تبلغ حصة الإعلانات الإلكترونية 50% من إجمالي ما يتم إنفاقه على الإعلانات عالمياً بحلول عام 2021. في إحصاءات بتقول أنه كل دولار تستثمريه بالديجيتال أدفرتايزنج له دولارين كمدخول للمعلن. وفي ظل هذا التوجه الضخم نحو الإعلانات عبر المنصات الإلكترونية، كان لابد للشركات من تفعيل آليات تجعل هذه الإعلانات أكثر فعالية عبر الوصول إلى المستخدم المستهدف من كل إعلان. فانتشر في السنوات القليلة الماضية ما بات يعرف بالإعلانات المستهدفة أو Targeted Advertising. واحد بيتصفح على أي ويب سايت أو أي بلاتفورم، في عنده بوب اب بيطلع على الديسكتوب بيقول له اذا بتقبل تعطينا البيانات الكوكيز اكسبت كوكيز او ديناي كوكيز. بمجرد الشخص عمل اكسبت كوكيز خلص صارت بياناته موجوده على هذا الويب سايت. الويب سايت صار يعرف اي مقاله عم تقري، اي فيديو عم تحضري، وطريقه التصفح تبعك على الويب سايت، والويب سايت بيصير بيعمل لك كاتيجورايزيشن على البلاتفورم تبعه، انه اذا انت مهتمه بالفاشن بالميك اب، بتحبي تحضري رياضه، بتحضري ماتش فوتبول. ما بيتم تجميع البيانات بنهار واحد او بنهارين، بيتم تجميعها خلال 30 يوم، ومش بس على الديسكتوب، بيكون على الديسكتوب على الموبايل على التابلت. طبعاً من أجل استهداف المستخدمين من خلال إعلانات تحاكي اهتماماتهم، لابد من وجود قاعدة بيانات تلجأ إليها الشركات لمعرفة توجهات المستهلكين. في بلاتفورمز اسمهم Data Management Platforms، وشغلتهم ليجمعوا هالبيانات وليعملوا categorization هالبيانات، لحتى إذا شخص أو شركة هي سحبت لها الويب سايت هيقدر يفهموا أكثر مين هن اليوزرز تبعولهم على الويب سايت. الإعلانات المستهدفة أثبتت فعاليتها في الوصول إلى المستهلك المهتم بسلعة أو خدمة معينة، ولكن هنا يطرح سؤال حول خصوصية المستهلك حين يتم جمع بياناته.